فاطمة أوراني لعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارليمبي الميدالية الذهبية في بطولة العالم المقامة خلال الفترة من 10 ل 21 يوليو بمدينة نور سلطان في كازاخستان بتشارك مصر في البطولة ببعثة بتضم 20 لاعب ولاعبة بتضم كل من إبراهيم أمين عضو مجلس إدارة اللجنة البارليمبية المصرية رئيسا للبعثة ومحمود نبيل مدرب وشعبان الدسوقي مدرب عام ومحمد عوض مدير إداري الميدالية الذهبية اللي حققتها فاطمة هي الأولى في منافسات بطولة العالم بكازاخستان وطبعا بننتظر بقى المزيد من البعثة البرلمبية اللي لعبتها دايما معودين على تحقيق ميداليات بشكل كبير في أي بطولة بيشاركوا فيها إن شاء الله